امير العاشره ده ترند كبيره طبعا، حاجه حدث كبير جدا جدا ان انت توصل للرقم ده اصلا في بطولات دوري ابطال افريقيا وتبقى متفرد بالرقم ومنفرد بيه بفارق كبير جدا على اقرب منافسيه 5 ألقاب. ده فرق كبير، ده اللي يدل على عظمه النادي الاهلي، على الاداره المميزه جدا، على مدار مجالس ادارات النادي الاهلي على مدار التاريخ كلهم عملوا مجهود كبير جدا وساهموا بشكل مميز في الوصول لهذا الانجاز. انا بس عايز اتكلم على حته الناس بتقول ليه الاهلي بيحتفل دلوقتي بالنجمه العاشره. هو الاهلي بيحتفل دلوقتي لان ما كانش في وقت للاحتفال، كان في ضغط كبير جدا، الاهلي كان عنده بطولات كتيره جدا بيشارك فيها وقدر ان هو يحقق 90% من الالقاب اللي شارك فيها على مدار السنتين ثلاثه اللي فاتوا، فخلاص لقينا الوقت المناسب ان يكون في احتفال، ومش هيكون اخر احتفال باذن الله. الالقاب جايه كتير بالتحديد الالقاب الافريقيه ومقبلين على تحديات كبيره جدا. الواحد في الحقيقه استاذ ابراهيم سعيد جدا جدا انه بينتمي لكيان كبير زي النادي الاهلي، مؤسسه عريقه بمبادئ وقيم واضحه جدا جدا، السيستم واضح للجميع، كل واحد عارف تخصصه وعارف ايه حدوده داخل النادي الاهلي، سواء مسؤول لعيب كوره اي حد في المنظومه يعني، وده امر مميز جدا وبيميز النادي الاهلي عن اي نادي تاني. المبادئ والقيم الناس ممكن بتستقل بيها شويه لان هم مش عارفين قيمتها، لكن قيمتها بتتمثل في كم البطولات الهائل اللي قدر النادي الاهلي يحققها على مدار تاريخه، وده امر مميز جدا طبعا.